أعلنت الفنانة الكويتية فوز الشط عن مصدر ثروتها لأول مرة، وذلك ردا على الزج باسمها في قضية غسيل الأموال، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التشهير بسمعتها. وقالت الشط في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق سناب شات إنها تعمل بالوسط الفني منذ عام 2008، أي أكثر من 13 عاما، وأي أموال موجودة في حسابها فهي من مجهودها الخالص. وأضافت أنا أجلس 12 ساعة في اللوكيشن يوميا للتصوير، وتابعت أي أموال زائدة لديها فهو من خير زوجها كونها متزوجة من رجل أعمال، وأنا كويتية أبا عن جد، ومن يريد أوراق أو إثباتات أو سؤالي بشأن مصدر أموالي فلا مشكلة لدي في ذلك، إلا أنه ليس من حق أحد التشهير بي. واختتمت: أي شخص تسبب في التشهير بسمعتي والإضرار بها مهما كان منصبه فلن تترك حقها لديه. يا هلا مرحبا حبايبي. طبعا نبي نسمح حق الناس اللي تسألني شنو صار على موضوعك، وانت قلتي لأحد وتطلعين وتتكلمين وكذي. أنا مو ساكتة، القضايا بتنرفع، المحامي قاعد يشتغل عليها، الناس اللي شهرت، الناس اللي تكلمت وهي مو متأكدة، والجرايد، اللي تسبب أصلا في هالشي ايا كان منصبها راح ارفع عليه قضيه. هذا من حقي، لان لا تبوق لا تخاف. هذا واحد. اثنين، رقم اثنين، هذا للمعلوميه وليس تبرير. انا بالوسط الفني من 2008، اشتغلت من 2008، يعني فوق 13 سنه. اي شيء في حسابي هذا من تعبي، من شقاي. 12 ساعة وقفة في اللوكيشن يوميا تصوير، حلو؟ هذا من تعبي أنا. أي شيء عندي زيادة فهذا من خير زوجي. حق اللي ما يدري ولا يعرف، أنا متزوجة رجل أعمال وعنده خير، حلو؟ فأي شيء عندي زيادة هذا من خير زوجي. ثلاثة، وأنا بقول جملة وهي ابدا مو عنصريه، انا وحده كويتيه ابن عن جد، حلو، وهذه الارض تهمني، الكويت تهمني، واذا انتم بتحاربون الفساد بالعكس احنا كلنا وياكم، تبون اوراق، تبون اثباتات، تبون اللي تبونه، تبون تسالوننا يمكن انتم ما تدرون، ما في مشكله، لكن مو من حقكم تشهرون فينا، احنا مو من حقكم تشهرون فينا، سمعتنا مو لعبه، اللي تسبب في هالشيء ايا كان منصبه وايا كان اسمه باخذ حقي منه، اللي تسبب في هالشيء، حلو؟ وعلى قولتهم لا تبوق لا تخاف، واثق الخطى يمشي ملكا، وراح اكون ابديت معاكم، انا ما راح انطر واسكت وما شنو مثل غيري، لا 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 لا، ابديت معاكم، بواجه اول باول، كل الناس راح تدري شنو قاعد يصير، كل الناس راح تدري، وانا صح. وكانت النيابة العامة في الكويت أصدرت قرارا الخميس الماضي بتجميد أرصدة الفاشينيستا نهى نبيل والفنانة فوز الشطي بعد تقديم بلاغ ضدهما من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة بتهمة غسيل الأموال.